أكدت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة أعلنت بوضوح سياساتها حيال إيران، وأن بلادها تقف بقوة ضد سلوك إيران المزعزع للاستقرار. ويأتي تصريح ناورت ردا على إعلان المرشد الإيراني رفضه عرض التفاوض الذي قدمه الرئيس الأمريكي، وعبرت عن قلقها إزاء استمرار السلوك السيء لإيران في العالم، مؤكدة أن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي شاهد هذا السلوك وتضرر منه، بل أن هناك دولا لديها نفس الموقف. وشددت ناورت على أن الولايات المتحدة ستقف بحزم ضد سياسات إيران وأنشطتها الخبيثة، وأنها ليست مضطرة للرد على تصريحات كل مسؤولي الحكومات حول العالم. وكان المرشد الإيراني قد رفض العرض الأمريكي بالتفاوض مجددا مع واشنطن، وهو الأمر الذي يؤكد رفض نظام طهران بشكل قاطع الشروط الأمريكية التي تهدف إلى كبح جماح أنشطة إيران الخبيثة.